فاز. انا قاعد اتفرج على مباراه توتنهام ونيوكاسل ومستمتع جدا بالاداء اللي بيقدمه توتنهام، مستمتع جدا ان هاري كين اخيرا سجل الهدف الاول ليه في الدوري الانجليزي. بيحصل مفاجاه كبيره جدا وهي ان المباراه تتوقف ومحدش فاهم اي حاجه. المباراه تتوقف من الدقيقه 41 لحد الدقيقه 45 والحكم حسب 7 دقائق وقت بالضايع، وبعد كده الحكم قرر ان هو يوقف المباراه علشان نعرف ان في حاله انسانيه مميزه جدا عملها الحكم وعملوها لعيبه توتنهام ولاعيبه نيوكاسل جوه المباراه في خلال الوقت الحكم كان واقف في المباراه ده. يعني ال10 دقائق اللي احنا كنا قاعدين ملين منهم ونفسنا الماتش يكمل، دول كانوا واحده من اجمل العشر دقايق اللي ممكن يعدوا عليك. كان موقف انسانيه، الموقف الانساني ان في حد من جمهور نيوكاسل يونايتد طلب المساعده من لعيب توتنهام والتسبير سيرجيو ريجيلون علشان خاطر يروح يقول للحكم ان في حد في الجمهور جاله حاله ازمه قلبيه. فالازمه القلبيه دلوقتي في انجلترا الجهاز الطبي لاي فريق دلوقتي في انجلترا بيبقى معاه الجهاز الخاص بالصدمات الكهربائيه علشان خاطر بيتعلموا من الازمه اللي حصلت لاريكسون في اليورو. فمفترض الناس عارفه كده، والناس عارفه كويس جدا ان هم واخدين اجراءات احترازيه علشان خاطر الموقف بتاع اريكسون ده ما يتكررش للعيب او للجمهور. وفعلا بناء عليه ريجيلون راح للحكم وقال له ان احنا في 1 2 3 في المدرجات، والحكم راح موقف وراح رايح على المدرجات وطلب كمان الجهاز الطبي لنيوكاسل والجهاز الطبي لتوتنهام وتسبير. وشفنا ايريك داير وهو بيروح يقول للجهاز الطبي يلا بسرعه يلا بسرعه، ناس كلها همها ان هي تحاول تنقذ الراجل في المدرج ده. انا نفسي اعرف هل الموقف ده لو كان موجود في بلادنا العربيه كان ايه اللي حصل؟ هل كان في حد فعلا من لعيبه المنافس ممكن يروح يساعد؟ هل كان في حد فعلا ممكن يعمل زي سيرجيو ريجيلون ويسمع الجمهور بتاع المنافس وهو بيطلب منه حاله المساعده ويسمعه بسرعه ويروح يطلب من الحكم المساعده للجمهور بتاع الفرق المنافسه؟ اعتقد ان الناس في انجلترا او الناس في اوروبا عندهم جملة احنا بننساها احنا كعرب وهي الانسانية. الانسانية اللي عندنا في مصر هنا الموقف ده اكاد اجزم ان الموقف ده لو حصل هنا في مصر محدش هيساعد اي حد، ولا في حكم عنده قدرة او قوة ان هو يوقف المباراة، ولا ان هو يطمن على المشجع. المشجع بيطمن على المشجع علشان خاطر مهم بالنسبه لهم حياه الناس. انا فاكر ان احنا عندنا هنا في مصر الناس كانت بتموت بره في ماتش الزمالك وينبي، ومع ذلك الماتش كمل والماتش اتلعب والماتش خلص عادي، والناس ماتت في ماتش الاهلي والمصري ومع ذلك الماتش كمل واتلعب عادي. حاله انسانيه في الدوري الانجليزي بتثبت لنا قد ايه ان احنا بعيد كل البعد عن كلمه الانسانيه، والكوره اللي احنا كلها همنا ان احنا نتفرج عليها للمتعه ما بقاش الموضوع للمتعه خالص. الناس دي بتفكرنا بالابجديات اللي احنا كنا مفترض عارفينها بس للاسف الشديد مع الوقت نسيناها. موقف رائع جدا، موقف جميل جدا، بيبين لك قد ايه حياه البشر غاليه في بعض الاماكن وحياه البشر قد ايه رخيصه جدا في بعض الاماكن. نتمنى ان يجي علينا الزمن اللي الناس تحس بان في بواقي انسانيه في الوطن العربي، لما حد يحصل اي حاجه نحاول ان احنا نساعده. بس اتمنى ده وانا عارف ان هو مش هيحصل. فلحد هنا كفايه بصراحه، لان انا لو كلمت كلمه تاني هتكلبش قبل الفيلم فنقفل لحد كده.